السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم متتبعينا الاوفياء في قناتكم التعليميه عالم الاميرات للمعلم زهير كنت من الله تكونوا بالف خير كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بكامل الصحه وتكون جميع احوالكم طيبه ان شاء الله كنشكركم على تعليقاتكم على تفاعلكم وعلى تشجيعكم ليا ودعواتكم ربي يجازيكم بكل خير وربي يوفقكم في جميع اعمالكم كنرحب بالاعضاء اللي تحقوا بنا جداد في القناه وكنتمنى لهم كذلك التوفيق والنجاح كنرحب بالجاليه المغربيه ديالنا اللي متابعانا في الخارج وكنرحب بجميع الدول العربية إخواننا اللي متبعينا أه، كنرحب بالجميع في القناة واليوم إن شاء الله الموضوع ديال الفيديو ديالنا يكون الجزء الثاني ديال نصف طوق براندة الفراشة أه، للمعلم معلم زهير يعني فكرة خاصة بيا وبغيت نشاركها معكم يعني ودرت فيها مجهود كبير انني يعني نتراسي يعني هاد يعني هاد الشكل الهندسي لانه يعني هو, هو اللي غادي يجينا في الخدمه ديالنا باش نخدموا الفراشه في السطوق يعني ما يمكنناش نبداوها هنا بغراز فقط يعني نبداوها يعني ما يجيش الشكل ديال الفي يعني متماسك وما تجيش الخدمه يعني آه يعني شي حاجه راقيه ومميزة في الجمالية ديالها دابا غادي نبداو الخدمة ديالنا على بركة الله كما قلت لكم غنخدمو الفراشة اليوم يعني نستوق بجوج الالوان كنحتاجو حرير يعني لون البياسة ومعاه لون يعني متناسق نتوما والاختيار ديالكم للاشارة انا غير كنخدم لكم في طرف ديال التوب يعني باش نوصل لكم المعلومة وتستافدوا معايا يعني كنخدم انا بالوان يعني اللي ممكن تبان في التصوير يعني ماشي بالضروره تبقاو كتتبعوا يعني ديما أه كنخدم مثلا بلون مغاير للبياسه وتبقاو تقولوا يعني واش ممكن نخدموا الراندا بلون مغاير للبياسه انا كنخدم لكم غير باش تبان الخدمه يعني دائما ديروا الارض ديال الحرير في لون بياسه وبغيتو تزوقو بشي حاجه زوقوها بشي لون اللي يكون متناسق يعني انا للاشاره فقط يعني غير التصوير يعني كنلعب كن بالالوان باش يبانو لكم دابا غنبداو الخدمه ديالنا بالنسبه للاخوات اللي بغاو الثمن ديال الموديل وتفاصيل الشغل ديالو والاتمينة يتابعوا يعني الفيديو ان شاء الله انا كنخدم وغادي نشرح لكم يعني ونتناقشوا في الثمن ديال الموديل انا وياكم يعني تابعوا وما تنقزوش في الفيديو باش كل شيء يكون واضح ومفهوم وما يجيني تشي تساؤل وانا دايرو في الفيديو دابا غنبداو الخدمه ديالنا على بركه الله هذه الخدمه راني يعني خدمتها في الجزء الاول بالنسبه للاخوات اللي غيشاهدوا دابا هذا الجزء يعني هذا راه الجزء الثاني كاين الجزء الاول باش تعرفوا هذا الشكل الهندسي ديالنا كيفاش خدمناه أه كما أه سبق لي وقلت لكم انا قلبت السطوك ديالي غادي نقلبو في الجزء الثاني ونخدم جوج غرزات من الجوانب يعني في اتجاه واحد يعني ما تجيوش هنا من الجهه الفوقانيه أه يعني تقلبوا أه الخدمه وتبداوها من هاد الاتجاه وتجيو هنا عاد تشركو هنا الخدمه يعني بلا ما يبان العيب يعني في نص الطوق لانه هو الواجهه ديال البياسة يعني خدموا من هنا كما قلت الخيط كان ليا هنا جيت التوب يعني قلبت نص السوق ديالي وضربت غرزه في التوب ورجعت بجوج غرزات يعني هنا حبست الزياده وزدت يعني وطلعت هنايا هبطت بجوج غرزات وبقيت طالع بهم هابط وغادي يعني باش ما الجوانب ديال البياسه فارغه يعني وكيبان الفراغ وما فيهاش الغراز بحال هكا في الثوب هادشي علاش يعني فكرت انا في هاد الفكره يعني باش جي الجناب ديال السطوق بجوج غرزات يعني يجيو مدقوقين ومتقونين وغادي نديرو التعمار ان شاء الله على ثلاثه ديال الشعرات عفوا يعني هنا الخيط على جوج شعرات ماشي جوج يعني غرزات دابا غادي نبداو الخدمه ديالنا على بركه الله يعني هنا جوج غرزات ولكن الخيط بجوج شعرات يعني باش تفهموا دابا غادي نجيو لهنا لهاد العوينه الاولى شتوها هنايا اللي كنا اخر سطر يعني فاش كنا كنطيحوا الغراز اخر سطر غنجي لذاك العوينه غندير السريفه ديالي منين غندير السريفه ديالي لاحظوا مزيان شنو غندير انا من بعد غنجي هنايا غنحسب هنايا عندي و... الغرز واحد جوج ثلاثة الغرز هنا غنجي كذلك غنحسب واحد جوج ثلاثة الغرز يعني غادي نحيد ثلاثة الغرز من الحساب وغادي ندير في العوينة الموالية ديال ثلاثة الغرز تفاهمنا دابا غادي ندير الخيط بحال هكا لاحظوا مزيان غنرجع يعني لهاد يعني الفراغ غندير الابره والخيط دائري لهذا الاتجاه يعني لتحت تفهمنا ها انتم غادي نطلع بغرزه هنايا الفوق شفتوا بحال هكا غادي ندير غرزه كذلك هنايا في نفس المكان اللي درت فيه السريفه تفهمنا يعني باش نشد هاد الغرزه اللي درت هنا في الخيط ما تبقاش تطلع وتهبط ليا وتضيع الفراشه يعني غادي تجمع وما تبقاش الشكل ديالها والجماليه ديالها يعني غادي نهبط عاوتاني في هذا الخيط غرزة يعني هادي خدمه مفهومه يعني شرحتها لكم نخدم الفراشة الأولى هانتوما يعني إلا بغات تجبد ليا كنشدها غير بحال هكا بالإبرة عاد كنزير هاد الغرزة يعني دي هاد هاد الجانب كنمشي بنفس الطريقة هانتوما بحال هاك شتو دابا شنو غندير غنخلي الخيط لهاد الاتجاه الفوق وغادي ندخل هنا في هاد الفراغ الابرة وغادي نعقد يعني الفراشة غنجمعها بحال هاكا شتو غنجمع الفراشة ديالي مزيان يعني غادي نزيرها باش تجمع مزيان ونجي هنا هاد العوينة وغادي ندير غرزة ها هي الفراشة الأولى دابا لاحظوا معايا مزيان هنايا كنت نقز ثلاثة د العوينات هنايا غنقز واحد جوج ثلاثة ربعة يعني في العوينة الرابعة غنقص ثلاثة العوينات كذلك بحال اللي درت هنا والعوينة الرابعة غادي ندير فيها يعني الغرزة شتو بحال هكا غنهز هنايا هاد الخيط بغرزة وغنوقفو بحال هكا شتو باش ميبقاليش يعني الفراشة طايحة نازلة غنزيد هنايا هاد الغرزة الثانية شتو وغنكمل الخدمة عادي كما سبق لي وريتكم ملي غادي بحال هكا مع هاد الخط يعني حتى النهايه ديال السطوق ديالي ها انتو بحال هكا نجمع عاوتاني الفراشه هادي نرد يعني الغرزه الوسط باش نجمع الفراشه هانتو شتو كتجمع يعني ببساطه وبسهوله ونوقف هذا ضروري من هنا دائما كما تكون هذه العوينه شتو باش ما كتبقاش غاديه ميلاليه يعني سابقه الخدمه ونبقى انا نباعد نباعد بيناتهم يعني غيجي الشكل ديالها يعني حادر بزاف وما تجيش يعني واقفه مزيان في الخدمه غندير غرزة هنا في الجانب دابا غندير فراشة الموالية كذلك غنجي هنا غنحسب العوينات يعني غنخلي هادي الغرزة اللي هنا ونحسب العوينات واحد جوج تلاتة في العوينة الرابعة غندير الغرزة يعني دابا كلشي مفهوم انا غنزيد هاد الحبة او جوج باش نقزو المرحلة الموالية اللي يعني هي ما كتخدمش بحال الراندة العادية ديالنا يعني هكا في العرض هادي كنخدموها بالطول هانتوما دابا غادي يعني نجمع الخدمة ديالي بحال ونوقف في نفس الوقت هادو اللي دازو هانتوما يعني كندير غرزة في الأخير عاوتاني كنخدم ربعة يعني كنكمل الخدمة ديالي عادي شتو هاد الخيط في نفس الوقت راه مكنخليهش يعني كبير بزاف باش يعني نزيد داك الغرزة الثانية اللي كنوثق بها يعني كتعطيني الطول زايد ديال داك الخيط شفتو هاداك دابا انا هاني يعني كملت اول سطر دابا غادي ننتقلو للمرحلة يعني الموالية تبعو مزيان باش تفهمو الطريقة والتقنية يكون كل شيء عندكم واضح ومفهوم هانتو انا كنجمع دابا الفراشه الاخيره هنا في هذا السطر هانتو صافي دابا هذا دا انتهيت منه يعني هذا هو السطر الاول هادو هنايا يعني باش تفهموا كنت قلت لكم حتى نوصلوا ليهم ونفهمكم هنايا علاش انا كنت كنطيح هنايا الغو... يعني الغرزه في كل سطر يعني كون خليت هنا هاد الجهه هنا ماضيه غتبقى هاد الشنافه دراندها غتبقى كتلعب ليا يعني ما غنشدهاش في الخدمه تفاهمنا شنو درت انا بحال اللي قطعت في يعني هنايا هاد آه يعني قطعت له الراس ديالو بحال هكا ان شاء الله يعني هانتوما تشوفوا دابا السطر الثاني وغتشوفوا هنا كي غيجي الشكل مطابق تماما يعني لهذا الفراغ اللي كيبقى كي هنا هانتوما غادي نجي للغرزه كما قلت لكم ديال الوسط غادي ندير ها هكا السريفه لاحظوا مزيان دابا شنو غادي ندير غنرد الخيط دائري يعني يعني هنا الفوق لهذا الاتجاه غنجي هنا عاوتاني لاول عوينه هنايا في هذا يعني في هذا السطر شفتوا بحال هاكا غادي نرجع هنايا في هذا الفراغ والخيط الدائري لتحت غنرجع بغرزه يعني الفوق شفتوا بحال هاكا نفس الشيء غادي نرجع لذاك الغرزه الوسط اللي فيها السريفة غادي ندير فيها غرزة يعني باش كنوثق الخدمة ديالي ما تبقاش تطلع وتهبط وفي نفس الوقت ما نجيش للغرزة يعني اللي هنايا ونشدها لان غادي الخدمة غادي يكحز هاد الصف لهاد الجانب ما يجيش في الوسط يعني انا علاش درت هنا الغرزة باش نحافظ على الوسط دابا غنكمل انا خدمة عادي هانتوما نفس الوقت يعني هاد الغرز الجوانب كنزيرهم يعني الصح لا يتمكن يعني باش ما يرجعوش نرجع هكا لهذا الاتجاه وترجع الغرزه تابعاني يعني راه ما درت يعني بحال ما درت والو راه عمرها الخدمه ما تصدق لي تفهمنا ها نتوما انا باش كنجي نربط هاد الغرز الجوانب راني كنبرك على هاد الخيوط بصبعي باش نزي... نشدهم مزيان عاد نجبد تفاهمنا؟ دابا منين وصلت للعدد ديالي باش غادي غاد ندير الفراشه ديالي لاحظوا مزيان شنو غندير ندير الخيط دائري لهذا الاتجاه وغادي نشد هنا كذلك هنا هاد العوينه يعني الاولى ديال السطر الاول يعني قبل ما نبدا نطيح الغراز غادي نشدها مزيان يعني ما يبقاش الفراغ بينها وبين هاد الغرزه الاخيره غادي نجي نفس الشيء الخيط دائري الفوق غادي ندير بحال هكا نربط الفراشه ديالي نربطها مزيان شفتو نربطها مزيان هانتو نربطها باش ما تجيش مرخيه باش يجيني السطوق ديالي مجموع من الاول هانتو شفتو ها الاول دابا لاحظوا مزيان شنو غندير غندير الخيط دائري هنا الفوق غنجي هنايا لهاد العوينه هاد الودينة هنايا هاد الفراشة ندير فوق غندير فيها غرزة شتو وهنا ما نخليش هاد الخيط بحال اللي كنت كنخلي في الاول لانه دابا جابين فراشة وفراشة يعني لو سعت غتجيني الخدمة بومبي من الوسط يعني نحاول ما امكن نجمع الخدمة هانتوما كنرجع فيه بغرزة نفس الشيء كنوثقو هنايا بالغرزة في الكرافاتا آه... عفوا في الفراشة اللي دازت كان هبط في هذا الخيط بغرزة بحال هكا شتو كان عاوتاني تاني بغرزة كذلك يعني كان الفراشة الموالية هانتو شتو بحال هكا كنخلي الخيط دائري بهذا الاتجاه الفوق في نفس الوقت كنمشي داك الفراغ كندير الابره ونجمع الفراشه ها انتم بحال هكا كتبقى لكم مرخيه يعني كتجبدوا بالراس الابره تعاونوا يعني بالابره ها انتم كتشدها كتعاونكم شفتوا غنكمل الخدمه عادي ها شتو ها هما الفراشات ديالنا يعني تماسكو بيناتهم دابا غادي نمشي نفس الشيء والخيط دائري لفوق غادي ندير بحال هكا في هاد العوينة ندير غرزة في نفس الوقت غادي نجبد هنا الخدمة يعني هاد الخيط باش ما يجينيش مرخي بزاف هانتو هنايا هانتوما معلش درت يعني هاد التقنية يعني وهاد الهندسة اللي درت يعني رسمتها في ورقة وبقيت نحسب يعني العدد ديال الغرز وكيفاش نجيبوها من هنا هكا باش تجي عاديه نفس الشكل ديال الفراشة ديالنا يعني انا درت فيها مجهود وتعب يعني ووقت وتفكير يعني باش نخرج لكم هاد الطريقة كنتمنى تستافدو بيها ان شاء الله وتفهموا يعني التقنية وتخدموها ان شاء الله بالنسبة للاخوات اللي كيترزقوا الله يخدموا بها الزبائن ديالهم و بالنسبه للاخوات اللي كيخيطوا راسهم خيطوا بها حويجات ديالهم يعني بصحتكم وراحتكم ها انتم شفتوا الخدمه ديالنا كما قلت لكم هنا راه هادشي كله مازال غادي يتهز يعني تنكملوا الخدمه غادي لكم دابا انا نكمل هاد السطر يعني بقاو معايا وغادي نرجع معاكم باش نكملوا الخدمه ديالنا كما كتشوفوا انا رجعت معكم بعد ما كملت يعني السطر ديال الخدمه ديالي لاحظوا مزيان دابا شنو غادي ندير غادي نجبد يعني هنا هاد الفراشات مع هاد الودينات نجبدهم هكا الفوق شويه شفتوا بحال هكا دابا تبعوا معايا مزيان يعني الخطوه المواليه بسم الله غنجيو هانتوما هنايا غنجيو لهاد العوينة يعني هنايا الفوق شتوها هادي اللي بقات لنا يعني هادي بها غنجمعو الخدمة ديالنا هانتوما غادي ندير السريفة هادي غنجي هنايا في هاد العوينة ديال الفراشة التانية في السطر السابق غادي نهزها بحال هكا شتو غادي نرد الخيط دائري لهذا الاتجاه غادي ندير يعني الغرزه هنايا فوق غنرد الخيط عاوتاني نفس الاتجاه غنزيد الغرزه في البلاصه ديال السريفه في داك العوينه باش هنايا في هذا القنوت يعني الخدمه ديالنا موثقه ما تقاش اه يعني تضيع لنا من بعد غنكونوا يعني مهنيين منها ما نخافوش عليها من بعد ترى لها شي حاجه هانتوما كنخدم هنا في هذا السطر اول ف... يعني فراشه دابا لاحظوا مزيان شنو غادي ندير باش نجيب يعني العبار نص العبار اللي عندي هنا يكون عندي هنا دابا هنايا كيما قلت لكم جيت تحسبت هنايا العوينات تفهمنا هنايا غي جوج عوينات هذه البدايه والتباقي ثلاثة 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 لان هذه ما تحسب لناش ديال هذا السطر يعني اخر سطر تفهمنا دابا شنو غندير هنا غنجي هنايا كذلك غنحسب يعني هاد العوينه راه ما محسوباش بحال هادي غنحسب العوينه الاولى الثانية اللي حداها غادي ندير يعني الغرزة في الراندا أنا غنرد الخيط دائري لهذا الاتجاه وغادي نجمع الفراشة ديالي شتو بحال نفس الشيء غنشد هنا يعني الغرزة في هاد المكان شتو <applause> دابا هنستوق <applause> ديالي هنا نفضي هاني جمعتو وجا عاطي نفس الشكل يعني ديال جميع الفراغات يعني كل شيء متساوي عندي كل شيء يعني مهندس هو هذاك هانتوما غادي نشد عاوتاني هاد الودينة وغنجبد شتو هاد الخيط راه كنخليه غير شوية قصير ما كنخليهش طويل وغادي نرجع هنا بغرزة الفوق كذلك غادي نجي هنايا يعني نشد هنا بهاد الغرزة ندير الخيط الفوق ونخدم الفراشة عادي بالنسبة للثمن ديال هذا الموديل كما كتشوفوا يعني موديل خفيف ظريف يعني ماشي شي عرض كبير يعني حاجة مميزة ورائعه وراقيه وفي نفس الوقت خفيفه يعني هذا بالنسبه لكم ممكن تطلعوه يعني في نهارو يعني ما عندكمش شي صعوبه فيه شي اشكال يعني البياسه ديالو نص طوق يكون 40 45 في الطول ديال نص طوق اه مثلا جلابه او قميص بالنسبه للقميص غادي نخدمو نص طوق فيه 40 يعني 40 سنتيم في الطول او خمسة وربعين وبالنسبة لهذا العرض اللي درنا لان ما يمكنش هنا نحسبه الغراز تفاهمنا يعني هذا العرض يعني الخدمة دي انك تحسب كنتو بغيتو ديروها عرض من هادي راكم كتخدمو يعني هذا الاساس ديالها في الاول وتخدموها بنفس الطريقة وعرض من هادي ان شاء الله مازال غنديرها لكم يعني انا كنقول لكم غير بحال هذا العبار يعني اه قميص بحال هاد العبار ويكون الكول ديالو في غي اه يعني حبه وحده غاده يعني ديال الفراشه بالنسبه للكمام اه اي درس عادي يعني ماشي بشرط الفراشه يعني ممكن تخدموه اه يعني اقل حاجه اقل حاجه بستالاف ريال تفاهمنا؟ يعني ب ريال قميص خفيف يعني ديال هذه الخدمه الفراشه ديالنا اذا كانت يعني الخدمه بالنسبه للقميص يعني الكمام بالفراشه حتى هما بحال الكول و ومجموع بغرزه ديال الراندا من الجوانب ممكن تخدموه 8000 ريال تفاهمنا هذا بالنسبه للقميص يعني من 6000 ل 8000 الفرق هو الدرس ديال الكمام يعني انا كنشرت عليكم الفراشه تا هي تكون في الكول وتكون خدمه متقونه بحال هذه يعني حاجه كما كتشوفوا طالعه متقوقه يعني ومتقونه والاتقان ديالها كيكمن في هاد جوج شعرات اللي خدمنا بهم هنايا في النضره اللي شافها يحلف عليها بجوج شعرات وهي مخدومه بثلاثه يعني القميص يعني قلت لكم بشحال بالنسبه للجلابه دابا نهضروا على الجلابه الجلابه غادي تخدم لان القب ماشي هو الكول ديال القميص باش نكونوا متفاهمين يعني بحال ملي غنديروا الثمن ديال القميص وغادي نزيدوا عليه 100 درهم اخرى يعني غادي ترجع لنا البياسه ب 500 درهم بالنسبه للاخوات اللي ما كيعرفوش بالريال يعني 500 درهم يعني اللي ما كيعرفوش بالدرهم يعني 500 درهم هي 10000 ريال تفاهمنا يعني 10000 ريال الثمن ديالو بالنسبه اذا كانت جلابه ما عندهاش القبول كمام فيهم الفراشه غتخدم ب 6000 ريال حتى هي يعني نفس الشيء بحالها بحال القميص تفهمنا؟ يعني طلبوا الثمن راه الصنعة عزها تعزك راه الماكينة يعني خصها تكون أرخص من اليد راه الماكينة ولات أغلى من اليد البياسة دابا يعني العنيا العيانة في الماكينة راه كيخيطوها بعشرة آلاف الفوق يعني حاجة خفيفة يعني حنايا كنخدمو باليد ولا يعني طلبتي الثمن يقولوا لك بزاف يعني خدمة ديال اليد راه كتستاهل ثمن اكثر من الماكينه يعني ما يجيش بنادم يضحك عليكم ويخدم يعني خدمه ديال اليد بثمن يعني باطل ما ضربوا ثمره والتعب ديالها والوقت والمجهود وفي الاخير يعني ما, ما تاخذوا ثمن يعني ما كتستحقوش يعني ما ترضاوش على نفسكم هاد المسائل الخدمه ديالنا جديده والمميز فيها انها ما مخدوماش من قبل باثمنه رخيصه يعني ممكن ديروا لها القيمه ديالها اكثر يعني ما راه عليها يعني هي القيمه ديالها نتوما كتشوفوا يعني في الجماليه ديالها وفي النضرة ديالها انها حاجه جديده ومميزة وراقية تفشوفة يعني ما غيلقوهاش في بلايص اخرى باش يقولوا لكم انا نمشي نخدمها باقل يعني شدوا هاد الاثمنة اللي كنقول لكم يعني وخدموا بها وما طيحوش تمام وصلنا لنهاية الفيديو كنتمنى يكون الشرح واضح وتكون الرؤيه واضحه وكل شيء مفهوم الى عجبكم الفيديو يعني قدروا التعب ديالنا والجهود ديالنا من اجلكم وما تبخلوش عليه يعني باعجاب وبالبارتاج وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وبكلامكم الطيب انا بغيت الرحمه الوالدين ودعوات الخير وصافي يعني هذا الشيء اللي كيجعلني نكلف على نفسي ونوض يعني نسمح في اي حاجه ونعطيكم وقتي كله ومجهودي كله باش نتوما تستافدوا بغيت الدعوات ديال الخير ويعني وهذا الشيء تبقاو ترحموا عليا في اي وقت يعني و... لانني علمتكم حاجه صالحه ومفيده وتنفعوا بها نتوما وتنفعوا بها حد اخر يعني تعلموه او يعني تخدموا حويجات مزيانين تفرحوه الاجر مع ربي وبهذا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع المعلم زهير وافكار جديده وحصريه وابداعات خاصه